يقول: هل الأفضل يا شيخ أن أصلي جالسا في صلاة الليل بلا عذر وأطيل الصلاة، أم أصلي قائما مع قصرها؟ إذا كان مالك ما هنا عذر عن القيام فيجوز أن تصلي قاعدا، لكن لك نصف أجر القائم. أما إذا كنت عاجزا عن القيام لمرض ونحوه فلك الأجر التام، لك أجر القائم. نعم.